يعني اعتقد كان ختامها فعلا المسك في اخر البطولات واغلى البطولات، يعني موسم كان ناجح بكل المقاييس، دوري وكاس. اعتقد هذا يعني انجاز يصب في مصلحه نادي القادسيه، وكل هذا اتى بمجهود اللاعبين والجهاز الفني والاداري. نواف، والله بالبدايه يعني اشكر اخواني اللاعبين. البدايه ختام وصلنا الختام. عندي اشكر اخواني اللاعبين الابطال على هذا الانجاز، الموسم كان اكثر من رائع. اشكر الجهاز الفني والاداري، واشكر جماهير العظيمه لنادي القادسيه سواء كانت في بالكويت او خارج الكويت، وشكر خاص لابو عبد العزيز على تكريمه، يعني خجلنا الامانه بتكريمه لنا، يعني طبعا شيء مو غريب على ابو عبد العزيز ولا بصرة الحساوي، لكن اعطانا يعني تكريم فعلا ما شفنا، يعني شخصيه صراحه يعني كرمتنا نفس ما كرمنا ابو عبد العزيز، قدر تعبنا، مكافاه يعني حتى اليوم احنا بالباص احنا اخوان اللاعبين رايحين قاعد نتكلم ان نبي نهدي له البطوله، والله بغض النظر يعني على سوان اليان مكافاه الدوري، فنبي نهدي له البطوله من الفرحه باي طيب. شكل من اشكال الفرحه طيب. فاتمنى من رجالات نادي القادسيه، يعني نادي القادسيه عنده رجالات، عنده ناس يعني تحب نادي القادسيه، اتمنى انهم لا يبخلون علينا. شفتوا انتم الابطال يعني بالرغم الاصابات رغم الظروف انهم قاعد يحققون نتيجه، فان شاء الله يعني ياخذون بحلو العزيز لا يبخلون علينا. سعود عطى المايك حق ابو يوسف، كلمه اخيره يا اخوان اتمنى بشكل سريع. بسعود احب اشكرك واحب اشكر الستاف ما شاء الله اللي ورا الكواليس والمخرج احمد دوغتشي، احب اشكر ابو عبد العزيز على تكريم الفريق، واحب اشكر النائب محمد براك المطير على التكريم، والاخ العزيز يوسف الماجد عضو اللجنه الانتقاليه، والاخ يعقوب نجم صراحه اللي يعني هم تواصل ويانا، وبالنهايه احب اشكر اخواني اللاعبين ان استحملونا طول الموسم، كنا شويه قاسين عليهم لكن الحمد لله الحين كيف افتكم المسجات. اروح حق عامر، كلمه اخيره عامر. اشكركم على الاضافه هذه الحلوه، ويعني ما قصرتوا الصراحه، واشكر المشاهدين بعد، اتمنى ان كنا ضيوف خفاف عليهم، واشكر اللاعبين يعني اللي ما قصروا على الموسم هذا الطويل والمتعب الصراحه. نشكرك نجم المباراه اليوم انت، الحمد لله على شهاده، اقول انت نجم المباراه الحمد لله. عطنا تسبيحه يا اخوي، خلاص عطى الميكروفون ضاري الله يعينك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله كفوا ووفوا والحمد لله، بس يعطيكم العافيه. مشكور يا ابو جمال مبارك. طبعا اشكر اللاعبين على هذا الموسم تحمل شكل سريع ابو خالد الله يعينك، اقول لهم يعني راح تفقدون مسجات الحقال الموسم هذا، ومع طبعا نرفزت ابو فهد اذا عصب، طبعا انا مرات اطلع من الغرفه لان ما احب اشوف ابو فهد اذا عصب، فاشكرهم الصراحه ونقول حق صالح الشيخ جهز نفسك باكر نفسك. فايز احب اشكركم صراحه ما قصرتوا، واشكر الدكتور عبد الله الفريح بعد ما قصر وياي، وان شاء الله تعالجوني لان فيني 3 كسور يا ابو عزوز ان شاء الله. صراحه مشكرين على الاضافه الحلوه. شكرا. وصلوح اشكركم تلفزيون الوطن، واشكر جماهير القادسيه، واحب اوجه دعوه عامه للجماهير الرياضيه ان شاء الله عرسي هو يوم الاحد، واحب اوجه لهم الدعوه يعني مشكورين على الصراحه. وين اي صاله؟ صاله الميلن بالعداليه تاريخ 23/5 ورا 16 الكاس، وهذا حط محمد يشوفون الكاس والدوري. يعطيكم العافيه على استضافتكم لنا. ليش مقرع عمر اول شيء؟ انا متعود من ايام الثانويه والله. لا تحرجنا طبعا الشعر كان نزل فما يروح تاجر فوق نازل فين شعر يعني. يعطيكم العافيه. انت ولد منو من عيال ابو حمد؟ عبد اللطيف ابو حمد. والنعم ينعم حالك. واشكر ابو عزوز صراحه ما قصر معانا بالدعم المادي صراحه والمعنوي، ونبي ننام صراحه طولت علينا. ابو حمد طبعا اشكركم واشكر قناه الوطن صراحه اللي كانت خير داعم لنا، واشكر ابو عزيز طبعا اللي اقول البطولتين هذيل مو حقك، يعني حقك اكثر من هالبطولتين، لكن هذا شيء بسيط نقدمه لك باللاعبين يعني، ونشكركم ونشكر الجهاز الفني والاداري والجهاز الطبي. ختام مسك عندك يا ابو عبد العزيز. طبعا انا صراحه جدا سعيد ان احنا نكون معاكم بقناه الوطن، واشكركم صراحه انتم دائما يعني مميزين للامانه، قناه الوطن دائما تحبون تفرحون بالابطال وتبادرون دائما.
واشكر هالابطال صراحة اللي ما خذلونا هالموسم للأمانة، يعني نخيناهم وبنفس الوقت هم يعني ما قصروا، يعني كانوا يعني قد الكلمة، والأمانة يعني هذا ما هو شيء غريب عليهم، دائما هم يوعدون ويوفون بالبطولات. وأبارك لجماهير نادي القادسية، أبارك للشيخ طلال، أبارك لأعضاء مجلس إدارة، أبارك حق هالبطل اللي يمك إبراهيم مسعود اللي صراحة كان قد المسؤولية إنه كان يتولى الفريق، وكان يعني صراحة يعني كان شال على ظهره عاتق كبير يعني، وصراحة هو قدها وقدود أبو فهد، وأتمنى أبو فهد إنه ما يترك نادي القادسية ويكواصل معه. شكرا لكم يا جماعة، وصلنا الختام، تحية أيضا بالختام من أخونا الرائد متعب الجلال لكم، أيضا أخونا الصحفي في جريدة الدار محمد العنزي، وفي جريدة الصباح كامل عبد الله أيضا يهنونكم. وصلنا الختام، نعتذر من الإخوان اللي حاولوا الاتصال لكن للأسف يعني هذا الوقت المتسع لنا. نبارك للأصفر مرة أخرى، جهاز إداري ولاعبين وجهاز فني، ونشكر الإخوان اللي لبوا الدعوة وحضروا أمانة. وصلنا الختام، إلى اللقاء. مشكورين. هي 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 قادسية، هي 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 قادسية، قد ساوي ما مثلك أحد يا تاج فوق الراس، قلت وفيت بالوعد فرح كل الناس، ساوي ما مثلك أحد يا تاج فوق الراس، فرح كل الناس، الملك يسمونك الله الله الله، لونك